أكثر من هيك. مشاهدينا مسك الختام لحلقتنا اليوم هي أزياء العيد مع مصممة الأزياء نداء النقيب. راح نشوف اليوم إيش في أفكار جديدة ممكن نلبسها أو نقتنيها قبل العيد، وهذا جزء من التحضير يعني من المظاهر المرتبطة بالعيد، غير الحلوى والكعك والمعمول والشوكولاتة والخرفان، كمان الملابس اللي الواحد بحضرها خصيصا للاحتفاء بهاي المناسبة. أهلا وسهلا فيكي ست نداء، كل عام وانت بألف خير. انت بخير وصحة والسلامة. وخلينا نقول ايش موضة الآن العيد لأزياء 2015-2016، لأنه هلأ كمان بلشت يعني 2016 عم تدخل الألوان والموضة من هلأ الناس بلشت تلبسها. هو شوفي يعني حتى الآن لسه الألوان الزاهية موجودة كتير، زي اللي أنا لابسته. أيوة. هو برضو تصميم نداء النقيب، لسه ألوان النيون لسه البرايت كولرز كلها موجودة. يعني بتطلعي بتلاقي على عروض الأزياء كل الألوان، يعني الأصفر الأورنج لساتها ما راحت، شوفي طولت بس كأنه الكل بيحبها مع الصيف، عرفتي كيف؟ ولسه هي الجو شايفتيه حامي، فالناس لساتها لسه قاعدة على هذه الألوان، يعني مش قادرين لسه يتقبلوا ألوان الخريف والشتاء، عرفتي كيف؟ وكأنه اللون الرمادي هلأ اللي هو هي ماشي، هو السيلفر تخيلي، مع أنه كان قبل الجولد كتير. هلأ عم بتطلع بلاقي كله سيلفر، مع أنه أنا مش من ألواني المحبذة بأزياء السيلفر، بس في أشياء حلوة، في أشياء حلوة، بتدخلي الذهبي بأزياء كتير. أنا كتير بحب الذهبي يعني، والأقمشة اللي فيها ذهبي، الألوان الترابية والذهبيات بعشقها يعني فاشن. بس بالنهاية أنت بدك تتبعي الموضة، تشوفي كمان الناس إيش بتحب، تقدريش دائما تعملي الأشياء اللي أنت بس بتحبيها. مظبوط، يعني الناس يعني شو الناس بتحب وشو إحنا بالبقلنا، يعني النقطة الأهم. يا الله، يعني سرين هاي شو مهمة بالبقلك كتير. بالزبط. يعني إنه أنت مثلا تلبسي إشي يكون مناسبك، مش إنه إشي بس لأنه موضة. عمرها ما كانت الموضة صح. لحالها بتزبط على البني آدم أبدا. لا طيب خلينا نشوف أول قطعة معانا اليوم. العبايات هي أنا بقول اللي بتضل يمكن مدى الحياة، ما بتبطل أبدا، لا محجبة لا غير محجبة، برمضان بغير رمضان، بالأعياد، بمناسبات عديدة، على بنطلون، على دشداشة، يعني كتير حلوة فكرة العباية. صحيح، هاي العباية كأنها حرير؟ لا لابستها هذه ولا ستان؟ حرير صيني، جايبتها من الصين معي. إذا بتلاحظي حتى ماشيتها، لو تشوفي هيك قد ما بتشدي عليها بكرمشيها بتفرد لحالها. يعني كثير حلوه انه الواحد حتى ياخذها بسفر، بده يروح محل زي هيك، كثير مميزه ابدا. دلت بتصير وانا بدها كوي، شايفه بعدين كمان لكم محجبه، شوفي قديش مناسبتها. وبتقدر هلا اي وحده مش محجبه على بريتيل بنطلون وخلص، يعني هلا صاروا كثير يحبوهم البنات، او على فستان مثلا. على فستان كات هيك شيء بسيط كثير بيطلع حلو. مزبوط، والوانها حلوه. الوان بارده لساتها بالالوان الصيفيه. حتى لو حبينا نغير بالموديل مثلا بعد فتره، ممكن الداير ما يدور الستان، شريط الستان اللون زهر، ممكن نغير مثلا طبعا لون ثاني. تقدري تعملي اصفر، ممكن تعملي شايفه اللون الفسفوري اللي موجود فيها، ممكن نشكشكه مثلا نحط عليه. فانت هيك بتكوني طبعا هذا الشغل شغلي، يعني انا هيك برضو بعمل، انه مثلا شغلي بروح بلون فيها شويه اشياء وهيك. واو، هاي برضو هذه من القطع اللي هلا للصيف لساتها يعني ماشيه، بتنفع خريفي اذا بتطلع. هاي برضو بتنفع للبنات اللي مش محجبات وللبنات المحجبات. المحجبه شوفي قديش بسيط، بس بتضيفي لها معصم مش عارف، فيعني لبسه كامله مكمله مستره مثلا. وبنت مثلا هي هلا مش محجبه، شوفي قديش طالعه شيء حلو. والتايجر لسه برضه التايجر ما بيروح موضة، يعني سريدة تستغربي التايجر عمره ما بيروح. يعني أنا بتذكر إنه أنا قديش عمري والتايجر دائما موجود. في بيعطي إحساس للي لابسته بالقوة، زي يعني نمر هيك، وهي ماشية أسد نمر، يعني من هاي القصيدة. حلو حلو، التايجر كثير حلو حلو، ولأنه برضه هي الألوان الترابية يعني الأقرب للطبيعة. فحلوة.
بعدين قماشته هذا لو تشوفي شو بارده ما بتتخيلي، يعني بعز الشوب تلتباس لحالها، خفيفه جدا وليكرا، فبتعطي راحه بالحركه عارفه. وهي شغله القصه اللي بتبقى من قدام قصير حلوه وبسيطه، كثير صايره موضه وهي من قدام قصير ومن ورا اطول، كثير كثير صايره موضه. هذا جيليه، هو عمليا جيليه مش جاكيت. ايوه. والطبقه الثانيه اذا بتشوفي طالعه من وراء قلبه قطعه كثير حلوه لجينزات. يعني وحده بدها تكون هيك سبور وشيك بنفس الوقت بسهوله بتقدر تلبسها. هيها من وراء كثير حلوه. حلوه وشوفي قديش بسيطه. وبرضه اشوفي انا مع القطع، انا بعشق القطع اللي بتكون ممكن تلبسيها اكثر من مره على اكثر من لبسه، من إشي. طبعا وكانك لبستيها لاول مره. طبعا هاي هذا الفن. هلا تخيلي هذه مثلا على بنطلون ابيض بلوزه بيضاء مثلا، تخيليها على بيج، وممكن الصبح زي ما قلتي على جينز بالضبط، ممكن بالليل على فستان. هذيك اليوم انا كان عندي عرض ازياء لبسته للعارضه على بنطلون بيج وبلوزه بيج. ما تخيل قديش كمان كان حلو. بالضبط هاي القطعة بتقدري تنوعي يعني. مزبوط. زمان كان السائد انه الواحد بيلبس القطعة خلص مرة واحدة وما بصير حدا يشوفني فيها لأنه لبستها بهاي المناسبة ولازم أغير، وهذا إشي جدا مكلف يعني. لا احنا مع انه الواحد يلبس القطعة أكثر من مرة بس يغير بالإكسسوار، بالإشي اللي لابسه تحتيها. كأنها قطعة جديدة بترجع. بالضبط. ممكن الشك اللي موجود على القطعة نغير فيه بعد فترة فبصير كأنه احنا عملنا قطعة جديدة. كثير صح. هذا اللون شبيه للون اللي أنا لابسته، الكيوي الأخضر. أيوة الكيوي. بالضبط الكيوي. من ألواني المفضلة يعني. هاي تجنن. حلو. مو لابق لك نسرين. أنا بحب كثير هاي الدرجة بتعرفي كثير مع البيربل أو مع البنفسجي. مش معقول قد ايه متناسقين. هي كثير طالعة حلوة. كثير حلوة. هاي برضه ستان ولا هذه برضه حرير؟ حرير حرير. هاي حرير. هاي رح امشي كلياتها نسرين. جايبتها معي من عمان ومن دبي. وفي حتى قطعة جوا من البحرين، يعني منوعة منوعة على اساس انه الواحد ما تعتب عليه منطقة ولا بلد، كل شيء يعني. هي الحلو بالتصاميم. لما الواحد بتشتري قطعة من مصممة بتكون فريدة يعني. بتعرف انه هاي القطعة وحدة ما في زيها، حتى لو انطلب اوردر من المصممة نفس القطعة مستحيل تطلعها 100% نفس، الا تحطي لأنه شيء شغل يدوي مختلف. انا هيك بعمل شغل اليدوي يعني دائما فعلا عندي دايماً. قطعة قطعة قطعة. مرات في ناس كثير بحبوا، يعني انت كنت من الناس اللي حبيتي قطعة تعملي وحدة ثانية بس غيرت لك، لاحظتي؟ غيرنا شو عشان ما تكون ايش يعني القطعه معموله مرتين. مزبوط. احلى. هذا الحلو بالشغل اليدوي واللي بيميز الشغل اليدوي مش شغل ماكينات، الماكينات اطبع وامشي ونزل يعني. صحيح على البلد. مزبوط مزبوط. هاي كمان لاحظي الالوان الترابيه والذهبيات قديش طاغيه على شغلي. حلوه وحلوه لاعراس كمان. احنا ما بدنا ننسى انه بالاعياد، الاعياد موسم اعراس يعني كثير بدنا نتجوز على العيد. دائما يعني بيكون بالاعياد في ناس بتحب انه هلا كثير في اعراس فعلا يعني. انا من اللي بعرفهم موسم هلا ثلاث اعراس. مزبوط فتره العيد اكيد. فكثير حلوه برضه هاي القطعه، بتزبط لعرس لسهره. الصبح لا صعبة شوي. لا صعب. بعدين ممكن اللي فوق على فكرة اللي بس تلبسيها برضو يعني على جينز أو على شيء خفيف بيج. ممكن الصبح يعني ممكن. بس هو إحنا في عنا كتير قطع يعني بتنفع سبور شي، فهذه خليها لبالليل. لإشي رسمي. هاي كمان عملت لها معاها شالب بتجنن لوحدة محجبة. برضه يعني بجهز القطع بحط معهم شالات. اذا كانت محجبه بتاخذها بشالتها، واذا مش محجبه ممكن تستعمل الشاله كسكارف هيك تلفها. أيوة. تربطها يعني بطريقه معينه. برضه بتكون انيقه ومختلفه وحلوه. لا قطع جميله والوان مميزه. والاقمشه كثير بتلعب دور اختيار القماشه. وبتساعدك كمان حتى انت فكرتك انها تتنفذ يعني. اكيد القماشه بتساعدك ولا لا؟ وفي قماشه بتعصلج معك.
اه لا طبعا هو اكيد كل فتره الا بيطلع لك قطعه قطعتين تقعدي تفكري ايش اعملهم، بدك تحطيهم بالخزانه ترجعي يعني عرفتي كيف. وفي قطع بتتيسر بسهوله، هذا نفس فكره اللي انا لابسته تقريبا، بس هذا اذا بتلاقي مدور من تحت وطويل اطول، انت اللي أقصر. معك اقصر يعني هذا للجينز اكثر بالضبط. هذا احلى على فستان، هي مثلا لاحظي يعني حبت تلبسه على فستان هي فقلنا لها اه مش غلط هي حلو يعني تغيير، او حتى على بنطلون اسود وبروتيل بالضبط، على بنطلون اسود كمان. انا لو بتتركيها الي بفضل دائما على البنطلون اسود وبلوزه سوداء، كثير حلو ومريح للحركه. بس حبينا يعني نطاوعها لعارضتنا الحلوه، قالت انا حبيت بس فستانها مش غلط. بالضبط، هي حلوه فكره التنويع، وزي ما قلنا الحلو بالقطع انها تنلبس على اكثر من شغله وباكثر من وقت، صح، صبح مساء بعد الظهر حفله عشاء. هو اجمالا معظم قطع نسرين معظمها انا بعملها سبورات اكثر، يعني بميل للسبورات اكثر بحيث انه للبنات الصبايا هدول اللي بالعمر اللي مش عارف ما قدرت تكون ست كبيره وتلبس شيء كثير رسمي، عرفتي كيف؟ ولا انها صغيره تقعد تلبس لي اشياء هيك بسيطه، فهم بيلبسوا اشياء كثير معقوله وسط، عرفتي كيف؟ تكون كثير هي سبور وبنفس الوقت كثير عارفه تتحرك وهيك، عرفتي؟ لا هاي قطعه ثقيله، هاي عاد هلا من قطع الخريف. هاي هلا بدي اخذها معي على عمان لعرض الازياء. عندك عرض هلا بعمان؟ هلا في عندي عرض ازياء بعمان ان شاء الله يعني كمان اسبوعين، فهلا مخليه بعض قطع مخمليات لانه اهل عمان كثير بيحبوا المخامل كثير. بس تعرفي المخمل هذا المخمل الصيفي او الخريفي بالضبط او الربيعي، بس الصيف هذا بيلتبس كثير بالضبط، كثير حلو خفيف والوانه بارد عشانه كمان الالوان. هلا لسه موضه المخامل كمان على الشتاء 2016. المخمل موجود كثير، قلتي لي السيلفر والطاري الاحمر هذا القاني هيك كثير السكارلت هيك عرفتي قريب على الاحمر هذا كثير حلو الخمري، تخيلي شو حلو كثير حلو مع الشال مع الغطا كثير حلو والوانها حلوه والتناسق يعني اللونين مع بعض كثير حلوين. هو شوفي اهم شيء الكومبينيشن بالالوان الحقيقه، يعني بعدين لما تيجي بدك تحطي كلفه بدك تكون لابقه على اللونين لانك انت غلطه يعني اذا قد ايه الكلف بتعطي جماليه للقطعه؟ هلا صار في اهتمام بالكلف بصراحه. بقول لك الحق يعني انا بشتري القطعه كلفه وبتركبي لها ماشي ماشي بتصدقي هذا الحكي؟ يعني فعلا هلا انا مثلا في عندي في البيت كلف كلها كلف، هلا بروح بنقي كلفه وببدا افكر ايش اجيب الوان اجيب لها ماشي تخيلي. مظبوط، لانه فعلا في كلف اقول لك هي الفن فيها والفكره فيها، زي هلا مثلا هاي القماشه جدا عاديه وبسيطه لكن الفن في الكلفه كثير حلوه. هذه جامعة بين الإشي التقليدي وال يعني عرفتي كيف، هي بين تقليدي وبين رسمي. حلوة برضو هاي سبور شيك تنلبس الصبح. هاي هذا طبعا اوفر هول مع بالارين ستان كثير حلو. يعني احنا خليكم صبايا خليكم بدنا ننهي عليكم. بدي اشكر اول شيء المصممه نداء النقيب على التصاميم الجميله اللي اتحفتينا فيها اليوم واعطينا افكار للمشاهدات، يعني شو ممكن تلبس شيء على العيد حلو، الطقس حلو، الجو اجواء خريفيه يعني جميله وحتى للاعراس او المناسبات اللي مرتبطه كمان بالعيد. بدي اشكرك وكل التوفيق بعرضك اللي رح يصير بدبي بعمان عمان ان شاء الله كل التوفيق.
كل التوفيق. شاء الله. وشكرا للعارضات الصبايا، وخليكم صبايا. وشكرا برضو لكم مشاهدينا، يعني احنا وصلنا معكم لنهاية لقائنا وحلقتنا. أضحى مبارك للجميع، إن شاء الله بكرة في يوم جديد. أما احنا كفريق يعني مجحم، وأنا رح نشوفكم إن شاء الله الاثنين القادم بعد العيد. إلى اللقاء.